من جانب آخر، أوضح المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن العدد الكلي بلغ 49 حالة مؤكدة، وأن 47 من الحالات المؤكدة لا يتطلب وضعها الصحي حاليا تلقي أي أنواع من الأدوية. ربي لك الحمد، من الأمس إلى اليوم ما زالت الحالة إلى 49 حالات مؤكدة. من هال 49 والأخت دكتورة جميلة بتتكلم بالتفصيل عنهم، حالتين فقط اللي هم يحتاجون يأخذون الأدوية الخاصة لفيروس الكورونا. النقطة صراحة اللي أنا أفتخر فيها وأحس فيها يعني فخور كوني بحريني إني أشوفها، اللي هي الوحدات المتنقلة اللي سووه الجماعة الله يعطيهم العافية في خلال 3 أيام لأمس، طبعا ما عندي الإحصائية لليوم، جمعوا 1200 عينة، رقم صراحة كبير. هذا للقادمين قبل صدور القرار اللي هو من 1 فبراير إلى 21، وجميع التحاليل رصدت إلى مختبر الصحة العامة. أطمنكم 600 عينة إلى الآن سالبة، باقي إن شاء الله النتائج الأخرى، وإذا إن شاء الله تكون سالبة هيعطينا اطمئنانية إن شاء الله أكثر بأن الوضع فعلا الداخل بيكون إن شاء الله مستقر أكثر. الخبر اللي أمس سمعتوه عنه واللي صراحة فعلا أفرحنا، وإن شاء الله تكون أخبار ثانية سارة جاية قدام، اللي هو 12 شخص اللي طلعوا من المحجر الصحي. أنا شخصيا استأنس صراحة لهم، يعني خروجهم بالنسبة لنا كان مؤشر إيجابي، وأنا عندي إن شاء الله يعني ثقة أنها حتكون هناك مؤشرات إيجابية أخرى جاية في الطريق. جميعهم طلعوا بعد التأكد من وجودهم 14 يوم من خروجهم إلى الدولة اللي كانت فيها الوباء، وفي نفس الوقت عملنا لهم فحص مخبري، نفس الفحص اللي نعمله حق التأكد منه للتأكد من سلامتهم قبل ما يطلعون، وربي لك الحمد جميعهم كانت النتائج سلبية، هم صراحة استانسوا وايد بعد أمس، فالله يعطيهم العافية وإن شاء الله يستمرون في حياتهم الطبيعية.